ممتاز ممتاز ممتاز. يعني انا عايز اعرف حاجه، انت ما لقيتش غير الدكتور ممتاز ده تجيبه لنا يا عادل؟ بس يعني ده عبقري، ده فظيع. لحظه لحظه، عايز اركز. لا لحظه، ممتاز ممتاز حضرتك، بس طمنا ايه الاخبار؟ مش ممكن، معجزه، حالة لم تحدث في تاريخ الطب. دي لازم تدرس في الطب من أول جديد، من سنة أولى. حضرتك ماما عايزها تدرس في الطب يعني؟ معقولة يعني ولا إيه؟ ألف مبروك لماما. الله يبارك فيك مبدئيا، بس في إيه؟ أنا مش فاهم حاجة حضرتك. سيبني شوية بس، عايز أعيش مع الأشعة دي، أعيش معاها شوية وأركز معاها، وبعدين هحكي لك كل حاجة أنت والأستاذة اللي معاك دي. ثانية واحدة. ممتاز. بقول لحضرتك إيه؟ هي مش دي الأشعة فوق البنفسجية للصوتيات والمرئيات؟ احنا اسفين جدا، مفيش اسف. مصر انها تفصلني عن الأشعة دي، حالة لم تحدث في تاريخ المهني، انا عايش معاها جوه. طب حضرتك عايشني معاك يعني ايه خير ماما؟ عندها ايه؟ ماما حامل. ماما حامل ازاي؟ ماما حامل في توأم. ماما مين اللي حامل؟ توأم فين؟ فين حضرتك؟ حضرتك بتكذب، فين التوأم؟ الأشعة ايه؟ أنا ما أكذبش، أنا لا أكذب ولا أتجمل. بص، شايف النقطة البيضة اللي فوق دي؟ أيوه. دي أخوك أبيضاني وحلو. شبهي هو، حد شايف الأشعة نفسها؟ حضرتك أنت كذبت عليا دلوقتي، أنت بتقول توأم وبتقول أدي أخوك، هو فين بقى التاني؟ أهو النقطة السوداء اللي فوق الناحية التانية دي، خالص أخوك التاني، بس بدينا قفاه، واحد أبيض واحد أسود. إيه ده؟ إيه الروعة اللي فيها أمك دي؟ إيه التعدد الألواني ده؟ باباك شكله إيه؟ قمحي. والله عملتيها يا إنعام. لا وإيه؟ توأم. عقبالك يا مجيدة، بس يكون في شهر 5، الساعة 5، يوم 5. شوقتيني بجد يا إنعام، شوقتيني. أنا نفسي بقى أبقى حامل وأمشي في الشارع كده. إيه في إيه؟ هو إحنا ناقصين عيال؟ هنفتح حضانة في إيه يا جماعة؟ زعلان يا عادل يكون عندك أخين ويملوا البيت؟ هو البيت ناقص يتملي يا ماما، البيت أساساً اشتكى لك. خلاص يا ماما، أنا فرحانة لك قوي 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 يا تيتا. يا رب أخيراً هيكون عندي عمين صغنانين كده، هتسميهم إيه؟ محمد وعبد المنصف. لا 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 لا، يعني بصي، ما مش عايز تحيز لاختيار الاسامي. انا بفكر ان احنا نسميهم مثلا هادي وفادي ويلعبوا في النادي. يا اخويا الاسماء البلدي دي، المهم يعني محدش يجيب سيره التوامين دول عشان الحاجات دي بتتنذر. محدش يجيب سيره الحمل دي خالص يا جماعه، انا مش عايز مشاكل. لا ليه بقى؟ ليه يا عادل؟ هو عيب ولا عيب؟ عيب، قصدي يعني مش عيب ولا حاجه، بس محدش يجيب موضوع الحمل ده خالص، فاهمين؟ هو في ايه يا عادل؟ انت حبيبي المفروض تفرح ان انت هيبقى عندك اخوات وسند وعزوه وظهر وعمود فقري. انا عمود الفقري اتقطم لوحده اساسا يا جماعه. الموضوع ده لو سمع مع انا هتبقى سمعتي مهببه في وسط المكان كله. انا سمعتي اهم حاجه وشغلي اهم حاجه، ما حدش يجيب سيره الحمل دي خالص، فاهمين؟ فاهمين. اوعى اوعى صاحبي. السلام عليكم. السلام. ألف مبروك يا أستاذ، إحنا سمعنا إن أمك حامل وفي توأم. ربنا يعزك يا أستاذ، ما تنساناش بقى في السبع والرز بلبن. وما تنساناش في الحمص والكسكسي والملبس عشان تتدبس، وأهم حاجة يا أستاذ عادل، بعد أمك ما تخلف التوأم تسمي منهم واحد حتة والتاني رمز. ولا هم عرفوا منين إن ماما حامل يا؟ من أنا دولة طبعًا، أمال إيه؟ وأنت عرفت منين؟ من نقنق، ما أصل إحنا عاملين اتفاقية خبص مشترك، هي بقى تقول على كل حاجة في البيت، وأنا بقى أقول لها على كل حاجة اللي بتحصل في البازار، وعنك كمان يا دولة. ماشي ماشي، انا بردتك انت وزفت نقنق دي. يا استاذ عادل دلوقتي احنا مش وقت محادثات، احنا نروح نجيب الشربات والغربال عشان النونو التوينز اللي جايين في السكه. يا استاذ عادل ربنا يقومك بالسلامه يا رب يا مرات عمي. امين. يا رب يخلي لك يا دولة اخواتك اللي جايين في السكه. امين. يا رب تعمل لنا في السبوع بدل الفشار كوكتيل. امين. بس خلاص خلاص مش ناقص فضايح، مش ناقص فضايح. لا لا لسه ناقص فضحتين، قصدي دعوتين، وبعد كده هخلص هدول. كلمة تانية وهفجر دماغك يا رمزي. آمين. يا أستاذ عادل احنا هنحزن العيال الصغيرة دول، نقولنا لسه جايين في السكة، وبعدين الست إنعام أمك تستاهل كل توأم. هو عارف اسمه ماما منين؟
مني يا دولة، ما دي تفاصيل لازم أقولها. ماشي ماشي، فضحتني في القهوة يا كلب، فضحتني. مش القهوة بس يا دولة، لا ده عند بقى أصحاب البازارات ومحلات الكشري ومحلات العصير والبائعة الجائلين. بائعة الجائلين. ماشي، ماشي. ربنا يمتعك بالسلامة يا رب يا مرات عمي. آمين. ربنا خلصني منك يا رمزي. آمين. هو بص الواد ده مناخيره مقلقسه كده زي القلقاسه، وودانه متنقره وقرطه باظه. شش عادل. ازاي يا ابني؟ ازاي يا بابا؟ مش مساله ازاي، مساله ربنا اراد والحمد لله ماما حامل وفي توأم. يا ابني ايوه انا عارف، بس ازاي؟ ازاي بابا؟ انت عاشر مره تسال حكايه ازاي دي. انت هتعد عليا في ايه؟ بقولك ازاي. مش بعد عليك يا بابا. يا بابا التوأم اللي ماما حامل فيهم دول اذا اثبتوا حاجه هيثبتوا ايه؟ ان ماما ما زالت بتحبك حتى لو بعد 40 ولا 50 سنه ما زالت بتحبك. بقولك ايه اللي ما زالت بتحبك؟ انا اللي بحب الراجل ده واساله، امال مين اللي بيحط له اللوبيا والفاصوليا والرز مع قطع اللحمه دي سلطه؟ والله الراجل ده هيعيش مع الست دي، والست دي هتعيش مع الراجل ده. ماشي. انا بس عندي سؤال واحد يا ابني. اتفضل. ازاي؟ ازاي؟ انا بناشد فيك روح الابوه. الولاد دول محتاجين لاب، محتاجين لما يطلعوا للنور يلاقوا ابوهم يقولوا له بابا يقول لهم نعم، محتاجين ان ابوهم يبقى موجود معاهم ويربيهم على الاقل 20 30 40 سنه. لا يتربوا في عزك انت، انت ربيهم. الراجل ده هيربي الست دي عشان الست دي ناقصه تربيه. ايوه. خير يا دكتور شلتوت؟ حضرتك قلت عايزني في موضوع مهم جدا، ممكن اعرف ايه هو الموضوع؟ انا خلاص بقيت فضيحتي بجلاجل، طول ما انا ماشي في الشارع اخد توينز راح اخد توينز جي. خير يا دكتور؟ اتفضل. انا طلع عيني على ما عرفت عنوانك، قعدت ادور في كل حته لغايه ما عرفت البازار وجيت جري على ملا وشي. يعني انا عايزك تمسك اعصابك. انا بعمل مقدمه للموضوع لان الموضوع حساس. ما تخش في الموضوع على طول يا عم، خش في الموضوع ومن غير دكتور، خش على طول في الموضوع عشان بص انا مش ناقص، انا يعني بص اخلاقي اساسا في مناخيري. اتفضل. هقول لك، انا حياتي الطبيه والمهنيه مبعصره، ملابسي مبعصره، عيادتي مباصر، شعري مباصر. انت جايلي عشان احلقلك وانا احلق حضرتك؟ انا عندي بازار. انا هخش في الموضوع. يا ريت حضرتك خش. ايه محتاج تخبأ؟ اتفضل اتفضل خش اتفضل. الاشعه اللي انا وريتها لك، وريت فيها الاخ الابيض والاسود، مش بتاعه الست والدتك، امك مش حامل. ايه ده؟ امال امك انت اللي حامل؟ هريد الفص، دي الاشعه بتاعه مراته. هريد الفص ده بتاع محلات عصير، هريد الفص اللي انا بشرب عنده ببلاش. مراته هي اللي حامل، هجيب ولد اسود ولد ابيض، وكانوا متصورين سيلفي في الاشعه. فأنا آسف، أنا أقولها لك، مامتك مش حامل، وما تزعلش مني. أنت فرحان جدا، أنت بتعيط ليه؟ يعني ماما مش حامل؟ ياه، ومرات الفصل هي اللي حامل؟ أيوه. يعني ماما ما فيهاش بيبي؟ أيوه. ما فيهاش بيبي؟ ما فيهاش بيبي. ما فيهاش بيبي. ما فيهاش بيبي. لا 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 ما فيهاش بيبي. لا 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 لا.